هاي شباب، كيفنا اليوم؟ اليوم بدي أعلمكم كيف بدنا نعمل بسكوي بالكاستر، كوكيز كاستر. المكونات: بدي 150 جرام زبدة تكون شوية دايبة، عندي نسلي حليب مكثف تقريبا بدي ملعقتين كبار، رشة فانيليا، بخلطهم شوي تياخدوا بعضهم، برجع بضيف لهم لقلهم تقريبا نص كاسة سكر ناعم، وبحركهم تقريبا لمدة دقيقتين. من بعد ما خفقناهم لمدة دقيقتين رح جيب المنخل ناعم، بدي حط تقريبا كاسة وربع طحين، أهم شي انخلهم. عندي كاستر كمان شي ملعتين كبار، سوري حليب بودرة كمان ملعتين كبار، من بعد ما نخلت الحليب والكاستر والطحين رح احركهم شوي صغيرة. بعجنهم شوي بايدي تياخذوا بعضهم اكيد. من بعد ما عجنتهم بدي احطهم بالبراد لمدة 20 دقيقة وارجع اشتغل فيهم. اوكي، انا من بعد ما ارتاحت العجينة، انا مثل ما انكم شايفين الصينية محضر كيف قرصتهم، هلا انا رح اعلمكم كيف بدي اقرصهم. ولا اهين من هيك، بشيل شقفة صغيرة بعملها مثل شكل الطابة هيك صغير، بكون محضر شوكة وبكبسها هيك بالنص، ليكوا شكلها شو بيطلع مرتب وحلو. هلا انا هيدي الصينية حضرتها، بدي احطها بالفرن على حرارة 160 درجة لمدة 20 دقيقة. هلا شلتها من الفرن، ليكوا شكلها كيف بشهي، وهول البسكويت كيف بتفت فت، والف صحتين.